أنا من فترة مش طويلة كنت في زيارة عندك في البيت، وهذا اللي أثار يعني اشتياقي إنه نتكلم عن هذا الموضوع، لأنه تعتبر أنت واحد من الشخصيات المهمة اللي عم بدافع عن هذا الحق الكتابي. ولما تكلمت معك في البيت، معلش أحكيها بشكل صريح، أنت كنت في حالة غضب. طبعا الغضب اللي أقصده غضب مقدس وغيرة على كلمة الله. واللي استغربته من كلامك إنه في كتير في مصر، طبعا مصر أم الدنيا، إذا في أي شيء بيبتدي في مصر أكيد رح يعني يتطور ويصل لكل الدول العربية. وكان الحديث إنه في هجوم شرس على الكتاب المقدس. قبل ما أبتدي في الحديث عن عصمة الكتاب، لماذا يعني من فضلك قسيس، لماذا يهاجمون الكتاب المقدس؟ أكيد عندك اطلاع أكثر كخادم وككاتب ويعني معروف عنك من خلال كمان الكتب والبرامج. الحقيقة قسيس نزار، الموضوع ده موضوع خطير بالفعل، وأي استهانة به هو استهانة بالأسس والأعمدة التي يقوم عليها الإيمان المسيحي كله. وهذا الهجوم على كلمة الله ليس جديدا على الإطلاق، لكن من الصفحات الأولى في الكتاب المقدس نستطيع نحن نشوف من سفر التكوين أصحاح 3، عندما أتى الشيطان في صورة الحية وقال أحقا قال الله أن لا تأكل من كل شجر الجنة. وهذا الهجوم منذ البداية حول صدق كلمة الله، حول هل الله تكلم بالفعل. وكأن الهجوم على الكتاب المقدس هو هجوم على شخص الله نفسه، هو هجوم على مفهوم الخطية، هو هجوم على العدالة الإلهية، هو هجوم على شخص المخلص وعلى الخلاص وعلى الحياة الأبدية. الهجوم على الكتاب المقدس هو كمن يهدم المعبد على رأسه. والحقيقة أنه الهجوم على الكتاب المقدس لم ينشأ من النهاردة ولا امبارح وهو إلى آخره، لكن هناك هراطقة كثيرين عبر التاريخ منذ القرون الأولى، والكنيسة المسيحية تواجه هرطقات عديدة تحاول أن تشكك في كلمة الله. الهرطقة الديكوتية، الهرطقة الكورنثسية، الغنوسية، البلاجيسية. أنا مش عايز أخش في تفاصيل، بس عايز أقول أن في القرن 19 بدأ أشرس هجوم على الكتاب المقدس من خلال النقد الأعلى والنقد الأدنى للكتاب المقدس. واللي عايز أقوله أن الذين بدأوا بالهجوم على الكتاب المقدس هم من يمكن أن نسميهم المسيحيين الإسميين، مسيحي بالإسم، ليس مسيحي حقيقي لكن مسيحي بالإسم. ومع الثورة العلمية، مع التطور العلمي، مع النهضة العلمية والأكاديمية التي ظهرت في القرن 19 والثامن عشر، كانت واحدة من نتائجها هو إعلاء العقل على النص الكتابي. وأصبح النهاردة النص الكتابي، بدل ما نضع عقولنا تحت ضوء الكلمة المقدسة، أصبح النهاردة الناس عايزة تحط الكتاب المقدس هو تحت سلطة العقل. أنا لا أنفي العقل على الإطلاق، لأننا نبع خرافات مصنعة كما يقول بطرس، لكن الفكرة هو علينا أن نفكر هل يمكن أن نضع الكتاب المقدس تحت فحصنا نحن؟ هل يمكن أن نضع المطلق في ميزان المحدود؟ وكان الهدف من الهجوم عدة أمور، من ضمنها النسبية، أنه النهاردة أصبح كل شيء نسبي، يبقى النهاردة ما فيش شيء ثابت، لا يوجد ثابت. بتتكلم عن الحق عليه. عن الحق المطلق أو الحق النسبي؟ طبعا. وبالتالي أصبح النهاردة في حق نسبي، أنت عندك حق نسبي وأنا عندي حق نسبي، أنت تتنزل شوية وأنا أتنزل شوية، أنت تسيب حبة وأنا أسيب حبة، وبالتالي أصبح نسبية الحق. وطلعت العبارة اللي تبدو وكأنها براقة وهي جاذبة وهي كاذبة في نفس الوقت، العبارة اللي بتقول لا أحد يمتلك كل الحق. لا أحد يمتلك كل الحق، عبارة تبدو صادقة وهي صادقة في المظهر، لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الحق عبارة عن السرائر والمعلنات. ما أعلنه الله لنا كافي جدا وهو كل الحق. لماذا؟ لأن المسيح هو الحق، وإذا لم يكن المسيح هو الحق وما تحدث به هو الحق،
إذا لا يوجد حق على الإطلاق. أصبح النهاردة كل واحد بيغني على ليلى. المسيح هو الحق المجسم المجسد الذي أعلن لنا ما هو الحق. وكما يقول الكتاب المقدس في سفر التثنية 29:29 المعلنات لنا ولبنينا والسرائر للرب إلهنا. نعم الله لا يمكن أن يحتوي أحد، لكن ما أعلنه الله يكفي لنا بذلك.